السلام عليكم. السلام عليكم. ازيكم يا دكاترة، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هعمل لكم ديمو، سنستنى دقيقتين كده على ما الناس تدخل، واللي عايز يمنشن حد يمنشنه عشان نبدأ على طول. اللي عايز يضيف حد لللايف يعمل منشن لحد، يشير اللايف على اي جروب بتاع دفعته او اي حد، يعمل كده دلوقتي عشان نبدأ اللايف على طول ان شاء الله. طبعا دي عدة الشغل، هنعمل النهاردة ديمو اكسس وديمو كليننج وشيفينج. فاللي عايز يضيف اي حد يعمل له منشن دلوقتي. الناس بدأت تدخل اهو. منشنوا بعض عشان اللايف النهارده هيبقى مهم قوي، لان تقريبا هيتقال فيه الحاجات المهمه كلها، يعني الاكسس والكليننج والشيفنج. اهم حاجه الصوت تمام، سامعني كويس؟ تسلم يا استاذ، ربنا يخليك. الصوت تمام، سامعني كويس؟ الصوت يا دكاترة، الصوت سامعني كويس؟ الصوت شغال كويس؟ ها؟ الصوت تمام يا جماعة؟ سامعني؟ أنا مش واخد بالي خالص إن المايك بعيد عني، فقولوا لي كده الصوت تمام؟ يعني أنا مركب المايك وسايبه بعيد، الصوت كده تمام؟ سامعيني كده زي الفل. طيب اللي عايز يمنشن حد يمنشنه بسرعة عشان نبدأ اللايف، دقيقتين تلاتة وهنبدأ اللايف. فاللي عايز يمنشن حد عشان خاطر او يشير اللايف على اي جروب او اي حاجة تبع دفعته يعمل كده دلوقت عشان نبدأ اللايف على طول ان شاء الله. اللايف النهاردة يمكن من اهم اللايفات، لان هيبقى فيه اكسس وفيه كليننج وشيفنج، فيعتبر الاندو خلص. الحلقة خلصت ماشي. فاللي عايز يمنشن حد يمنشنه على طول دلوقتي عشان نبدأ، عشان يحضر معانا اللايف من الأول. تعالوا الاول نتكلم عن جهاز الروتري، لان في ناس كتير بتقعد تسالني يا دكتور جهاز الروتري وبيتكون من ايه وبيشتغل ازاي، الناس بالذات اللي لسه في البدايه. فعلى ما الناس تدخل اللايف كده هدردش معاكم. في جهاز الروتري معايا اهو، هقول لكم الجهاز بيتكون من ايه وكل حاجه فيه معناها ايه. تمام، بصوا يا دكاتره، ده جهاز روتري اهو بتاع شركه بيرفكت دنت، جهاز وزني. تمام، جهاز محترم جدا وممتاز وفي مميزات كتير، وهنتكلم بقى عن كل الأجهزة يعني. تمام، طيب الجهاز بيتكون من ايه؟ في كذا زرار كده في الجهاز ده، زرار الباور، اهم حاجة الكونترا دي. اي كونترا في معظم أجهزة الروتري بتتفصل. تمام، طريقة تركيبها بسيطة خالص، ان انت بتضغطها في الجهاز من هنا، تفتح الجهاز وتعال نشوف ايه اللي موجود في الجهاز. الجهاز ده كترة بيبقى فيه زي ما احنا شايفين كده كلمة B1، وهنا رقم ار بي ام، وهنا رقم نيوتن سنتيمتر، وفي هنا كلمه فورورد، وده كلمه اندو مود. البي دي كل جهاز روتر يا دكاتره بيبقى فيه عدد برامج ليك. ليه؟ عشان خاطر الفايلات مش كلها بتشتغل بنفس السرعه والتورك، ما بيشتغلوش بنفس الحاجه، فبدل ما تقعد تعدل كل شويه الجهاز بيظبطولك ان يبقى فيه برامج. طيب كل ما الجهاز بقى فيه برامج كتير، كل ما دي ميزه للجهاز. الجهاز ده ثواني كده،
الجهاز ده فيه كام برنامج؟ فيه زي ما انتم شايفين كده 7 8 9 10 برامج، تمام. في اجهزه فيها 6، في اجهزه فيها 7، اكتر جهاز بيبقى فيه برامج هم 10 برامج، انا ما شفتش حاجه اكتر من كده. فدي ميزه في الجهاز ده، تمام. طيب دي كلمه البرنامج، ماشي. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا كلمه مكتوبه هنا اسمها ار بي ام ونيوتن سنتيمتر. الار بي ام دي هي ايه؟ الار بي ام دي هي سرعه دوران الفايل بتاعك. الفايل بتاعك هيلف كام لفه في الدقيقه، تمام كده. طيب هل الحاجات دي ثابته؟ لا، الحاجات دي انت بتعملها براحتك. بعملها براحتي بناء على ايه؟ هنقول دلوقتي. طيب يبقى ده عرفناها ان هي السرعه. الاتنين واتنين من عشره دي هي ايه؟ هي حاجه اسمها التورك. يعني ايه؟ الفايل بتاعك ليه مقاومه معينه، لو المقاومه دي اللي حصلت للفايل عدت ليفل معين بيحصل للفايل سيبريشن او بيتكسر. طب مين اللي عارف المقاومه بتاعت الفايل؟ الشركه اللي مصنعاه. فبالتالي الشركه المصنعه للفايل اللي انت بتشتريه بتحط لك يا اما على ظهر العلبه بتاعتك، لكن في شركات ما بتحطش على ظهر العلبه. طب هعرف منين؟ بتدخل على الويب سايت بتاعت الشركه وتجيب الفايل اللي انت شاريه، هتلاقي موجود كل فايل في الكت بيبقى ليه سبيد وليه تورك. يعني دايما الاورفس اوبنر بيبقى ليه سبيد وتورك مختلفه عن باقي الفايلات، تمام كده. طيب احنا عرفنا دلوقتي ان كل كت ليها سبيد وتورك، وفي في الكت نفسها ان الاورفس اوبنر بيبقى ليه سبيد وتورك مختلفه عن الباقيين. يبقى اذا انا محتاج كذا برنامج، فبتظبط البرامج دي. انت مثلا بتشتغل بالكت الفلانيه والكت الفلانيه، بتظبطها على الجهاز، بتعمل بي 1 كذا وبي 2 كذا وبي 3 كذا وبي 4 كذا، عشان خاطر ما تقعدش كل شويه تعدل. لان انت بس الكتين دول في فايل اسمه الاكس بي اندو فينشر او شيبنج، ده بيشتغل على سبيد عالي قوي، تمام، 1000 و1200. طيب هل الجهاز ده فيه سبيد زي كده؟ فيه، بصوا كده، 300 350 400 700 900 1200. في اجهزه في السوق ما فيهاش ال 1200 دي، اخرها ال 600، تمام. وفي اجهزه فيها 1000 و1200. اللي اقصده ايه؟ دي ميزه في الجهاز، دي ميزه في الجهاز. خلاص انا بشرح لك الموضوع عشان اللي عايز يشتري يبقى عارف هو بيدور على ايه. في فايلات بتشتغل على السبيد دي، ال 1200 دي، ماشي. فانت لو مش عندك السبيد دي او الجهاز بتاعك اخره 600، يبقى انت مش هتقدر تشتري الفايل ده زي اللي قلت لكم عليه اللي هو الاكس بي، او مش هتشتغل بيه وتاخد الاكشن بتاعه، تمام كده. طيب ده السبيد، كل حاجه في الجهاز بتتغير. يعني السبيد زي ما انتم شايفين كده بغيرها. طب انا عايز اغير التورك دي، لنفترض ان التورك بتاعت الفايل بتاعي مختلفه عن اللي مكتوبه، عايز اغيرها. بضغط على حرف الاس ده هنا، موجب وسالب، بيزود وينقص. الاس ده ببدا اعدل، ازود انقص زي ما انت عايز براحتك خالص، تمام. ده التورك. طيب الفورورد دي معناها ايه؟ في عندنا حاجه اسمها فورورد وحاجه اسمها الاو تي ار دي اللي هي الريسيبروكيشن، وفي حاجه اسمها ريفرس. طيب يعني ايه فورورد ويعني ايه ريفرس يا دكاتره؟ فورورد دي يعني الجهاز، تعالوا نشوف مع بعض كده عشان تبقى فاهم. نجيب اي فايل، ثانية واحدة، نجيب فايل كبير شوية عشان يبقى واضح معاك والجهاز شغال. في حاجة عايز أعلمها لكم مهمة قوي عشان تحافظ على الكونترا بتاعتك وما تبصش منك بسرعة، هي إيه؟ في زرار هنا ورا، لما تيجي تدخل الفايل بتاعك، ما تضغطش على الزرار عشان تدخله، كده بتقلل العمر بتاع الفايل، كتر الضغط عليه هيبوظه. طيب بتعمل إيه؟ ما بضغطش على الفايل خالص وبلف بس الفايل بدون ضغط خالص، بيدخل اهو. لما تيجي تخرجه ابقى اضغط على الايه؟ الزرار ده. لكن وانت بتحط الفايل زي اللوز بيت كده بتضغطه من غير ما تضغط هنا عشان ما تبوظش البوتون ده بسرعه، تمام كده. طيب انا دلوقتي مظبط الجهاز اهو دكاتره، ثواني نقلل التورك دي خالص بس عشان ايه؟ نشوف الاكشن، تمام. انا مظبط الجهاز بتاعي اهو على سبيد مثلا 250، تمام، وعلى ترك 6 من 10، وعامله على فورورد. هيحصل ايه؟ بصوا كده، تعالوا نزوم عشان نبقى شايفين كويس. بصوا كده، ادي الفايل بتاعي اهو، تمام. انا ضغطت دلوقتي على البار، الفايل زي ما انتم شايفين كده بيلف ناحيه فين؟ الناحيه دي مع عقارب الساعه، تمام، اهو بيلف ناحيه عقارب الساعه. طيب ايه اللي بيحصل لو انا ضغطت على الفايل كده؟ شايفين الصوت ده؟ الصوت ده معناه ان بقى فيه تورك. لو التورك دي زادت عن اللي انت ظابطها، انا ظابطها هنا يا دكاتره، بصوا هنا كده، نرجع تاني، انا ظابطها هنا عن 6 من 10 اهو، بصوا عشان تبقوا شايفين 6 من 10.
لو زادت عن الستة من عشرة دي، تعالوا شوف ايه اللي هيحصل كده. بصوا كده تاني، ثواني عشان تبقوا شايفين اهو الفايل بيلف هنا اهو في الاتجاه ده، زادت عن الستة من عشرة، شوف عمل ايه، لف الناحية التانية. تمام. طب لو انا فكيت عنه الضغطة، بصوا كده رجع يلف تاني مع عقارب الساعة. يعني ايه فورورد؟ يعني الجهاز هيلف مع عقارب الساعة بتاعتك، حلو، لحد ما يتعرض للمقاومة اللي انت ظابطها هنا، انت ظابطها هنا. تمام. اهي اللي انت ظابطها هنا، لو زادت عن الستة من عشرة دي، الجهاز من نفسه تلقائي تلقائي بيقوم لافف في الاتجاه المعاكس، وبعد كده لما يتفك، ما لما هيلف الناحية التانية هيفك من الكنال، صح؟ فلما هيفك من الكنال هيبدأ يلف تاني مع عقارب الساعة. وصلت؟ طيب لو انا خليتها يا دكتور، تعالوا نبص كده، خليتها ريفيرس، تمام، وجيت شغلت الجهاز، خدوا بالكم الجهاز في الاول كان بيلف الناحيه دي، بيلف كده ماشي الناحيه دي، تمام. تعالوا نبص كده، ادي الجهاز اهو من البدايه، بصوا كده بيلف ناحيه فين، بصوا كده بيلف الناحيه التانيه، فده معناه الريفيرس، الجهاز هيلف الناحيه التانيه. طب الجهاز لما يتعرض لمقاومه يا دكتور اللي هي الستة من عشرة، بصوا كده راح لافف فين، الناحيه دي. طب انا فكيته من المقاومه، رجع يلف تاني عكس عقارب الساعه. فدي معنى الفورورد والريفيرس. الريسبروكيشن دي موشن دكاتره بتشتغل على فايلات معينه، ماشي، الريسبروكيشن مود بيشتغل على فايلات معينه، مش موضوعنا النهارده لان احنا مش هنشتغل بيها، تمام. يبقى انا عايزك تبقى عارف الفورورد والريفيرس. طيب انا بظبط يا دكتور السبيد والتورك دول بناء على ايه؟ انت بتظبطهم بناء على ايه؟ كل زي ما قلت لكم الفايلات نفسها بتيجي، انت بيبقى معاك في الكت مكتوب عليها من ظهرها كده السبيد والترك بتاعه الفايلات. زي ما قلت لك مش لاقيها هتجيبها منين؟ من الويب سايت بتاع الشركه. طب هل انت يا دكتور بتمشي بالتعليمات بتاعه الشركه؟ للامانه لا، للامانه لا. انا عن نفسي السبيد والترك اللي انا بشتغل بيهم بشتغل من 250 ل 300، والترك بتاعتي ثانيه واحده من 2.2 ل 2.6، خلاص ل 2، يعني بلعب في الرينج ده. طيب ده بالنسبه لايه؟ الفايلات اللي هي العاديه. طب الاورفيس اوبنر؟ لا، الاورفيس اوبنر بنخلي التورك دي اعلى شويه، تمام، والسبيد ممكن نخليها زي ما هي 250، حلو، بتخلي التورك مثلا 3. طب انا اساسا هنعرف دلوقتي لما اجي اشتغل بال اشرح لكم الشيبنج، انا ما بهتمش قوي بالاورفيس اوبنر وما بحبوش، وهشرح دلوقتي ليه، خلاص. بس انا كنت عايز اعرفكم بجهاز الروتري والمكونات اللي في الجهاز، تمام كده. في جهاز في حاجات تانية كتير، زي ايه؟ تعالوا نبص كده، لو ضغطت على الاس ده ضغطه طويله شويه، ثواني ثانيه نجيب برنامج مثلا زي ده، وضغطت على الاس ده ضغطه طويله شويه، هنا بيجيب لك الصوت لو انت عايز تقفل الصوت بتاع الجهاز او تغيره او توطيه او تعليه. هنا الريسبروكيشن بيبقى ليها زوايا، يعني الجهاز بيلف، الريسبروكيشن ده عباره عن ايه يا دكاتره؟ جهاز بيلف شويه مع عقارب الساعه وبعد كده يرجع يلف عكس عقارب الساعه، زي شبه الواتش ويندنج اللي احنا بنعملها بفايل 10، بيلف شويه كده وشويه كده، فانت بتظبط الزاويه اللي هيلفها كده والزاويه اللي هيلفها العكس، خلاص ده متاح في الجهاز ان انت تعدل فيه، تمام كده. طب ضغطنا اس تاني، ماشي، لو انت جايب الابيكس لوكيتور بتاع نفس الجهاز فممكن تعمل الدول فانكشن بحيث ان انت تشتغل بالاثنين مع بعض لو انت مش عايز تاخد لينسات الاول. دي الريكفري. في حاجه حلوه قوي في الجهاز ده دكاتره للامانه، يعني ان في رايت وليفت هاند، يعني خصوصا الناس بتوع الليفت هاند، احنا بالناس الرايت هاند امورهم متيسره، ماشي. مشكله الجماعه بتوع الليفت هاند ايه؟ بصوا كده لما هاجي امسك الجهاز، انا ماسك الجهاز كده بوضع ايدي اليمين فالشاشه مظبوطه، بتوع الجماعه الليفت هاند دول الله يكون في عونهم، يعني لما بيجوا يمسكوا الجهاز بالوضع ده كده يبقى الشاشه مقلوبه، فما بيعرفش يقرا على التورك بار ايه اللي بيحصل، ماشي. طب تعالوا نبص كده، لو احنا خليناها ليفت هاند، الجهاز من نفسه عدل لك الشاشه، قلبها بحيث ان انت تبقى شايف وقاعد مرتاح، تمام. نخليها رايت هاند لان انا رايت هاند، ماشي. يبقى دي الرايت والليفت هاند، ودي ميزه للامانه في الجهاز. طبعا لو مش موجوده وانت رايت هاند فا اوكي، ماشي. انا بشرح لكم الاوبشن اللي في جهاز الروتري، اللي في اجهزه الروتري عموما،
بس جبت يعني جايب جهاز فيه كل حاجة، عشان ما نقعدش ايه يعني في حاجة تلاقيها في جهاز ومش هتلاقيهاش، لا هنا تقريبا هتلاقي كل حاجة، مش حاجة مش هتلاقيه. مش موضوعنا ده النهاردة بس، خلاص تمام. زي ما قلت لكم تعالوا نجيب مثلا البرنامج اللي انا كنت ظبطه من شوية، مش نخلي ترك اعلى شوية او مش تمام كده. تمام طيب، ده بالنسبة لجهاز الروتري. طيب تعالوا بقى نبدأ الديمو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه النهاردة. اول حاجة دكاترة هنفتح اكسس للسنان، اللي انا قلت بدل ما اجيب اسنان مفتوح لها اكسس، نفتح احنا اكسس للاسنان دي بحيث ان انتوا تشوفوا برضو الاكسس ده بيتعمل ازاي. ماشي، نزوم شوية عشان الصورة تبقى اوضح خالص وتبقوا شايفين كويس قوي. ماشي، دول ثلاث اسنان مولر هم، هنفتح لهم اكسس. تعالوا نشوف الاكسس بيتفتح ازاي. نبدأ بايظة خالص دي ونقول بنعمل ايه. اول حاجة يا دكاترة بختار بير مناسبة. هنا انا مش هشيل فول يعني، تمام، جاي الول ده بس، هبدأ بالفيشر بير اشيل الول ده انضفه. طيب بعمل ايه يا دكاترة؟ انا لما باجي اشيل الكيرس يا دكاترة ببدأ من البريفري الاول. ببدأ منين؟ من البريفري الاول. ماشي، يعني ايه؟ يعني ببدا اشيل البريفري دول، تمام كده 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 داير ما يدور. واهم حاجه في الاكسس يا دكاتره ان انت توصل لكلين مارجن. تعالوا نشوف، بصوا انا ببدا اهو، ثواني اشغل الكولنت، ببدا بالكونتر اهو، تمام اهو، ببدا اشيل من البريفري كده الاول براحتك خالص اهو. ده اندر مايند انامل بتشيله، تمام. تعالوا نكمل، تمام اهي اهو، ابدا اكمل اهو يا دكاتره عادي خالص، تمام. انا بشيل من البريفري اهو من الاطراف يعني. طيب الاجزاء اللي تحت دي تعالوا بالراحه نكمل. انا اول حاجه قلتها لكم اهم حاجه يكون عندي كلين مارجن. ليه؟ لان التوس ممكن تطلع في الاخر الريستورابل لو حاله كلاس 2 وفيها ديب مارجن، سواء بقى محتاجه اليفيشن او فيها روت كيرز او زي ما يكون. فانا عرفت من البدايه ان مشاكلها ايه، خلاص ما اجيش اتفاجئ. ما تجيش حاله مثلا فيها روت كيرز او محتاجه ديب مارجن اليفيشن وانت مش هتعرف تعمله، سواء ممكن يكون محتاجه سيرجيكال، تمام، وانت مش بتعرف تعمله، فالتوس بالنسبه لك بقت نون ريستورابل، تمام، او هي فيها روت كيرز. لو انت ما عملتش ده من البدايه هتلاقي نفسك عملت اندو وعملت اكس راي والاندو زي الفل، وبتقول للعياني عملت لك اندو ما حصلش، لكن تعالى بقى ما نخلع لك درسك، ساعتها بقى يقول لك ايه اتخلعت جنابك او ممكن يسمعك كلام ما تحبوش. خلاص انت جبتني مره واتنين وقعدتني بالساعه وفي الاخر بعد ده كله تقول لي اخلعه لك، فاهمني؟ طيب فمهم ان انت تاخد الديسيجن من الاول. طيب انا دلوقتي نضفت المارجن اهو دكاتره بالفيشر بير، بعد كده هبدا اشيل الكيرز. انا رقم واحد عندي يا دكاتره لما باجي اشتغل الاكسس ما بدورش خالص على ان انا اوصل لكنال، مش مهم ان انت توصل للكنال اصلا، مش مهم ان انت توصل للكنال اصلا. اهم حاجه عندك ايه؟ رقم واحد ان انت تشيل الكيرز كله، ولو في ريستوريشن بتشيل الريستوريشن كلها. طيب تعالوا نشوف كده اهو، انا هبدا اشيل الكيرز، مش شاغل دماغي بالكنال ده خالص، انا بشيل بس الكيرز اللي موجود، تمام اهو، وانا بشيل الكيرز حصل دروب مش موضوعي. ظبط الكافيتي بتاعك، شيل كل الانسبورتد انامل عشان تعرف انت وصلت لحد فين والحاله تاخد فيها الديسيجن بتاعك مظبوط، تمام. طيب هنا حصل اكسبوجر، لنفترض ان ما كانش حصل اكسبوجر، هعمل ايه؟ هجيب الراوند بير بتاعتي وادخل انا اعمل الايه؟ الاكسبوجر ده، تمام؟ لو ما كانش حصل. طبعا دي حاله سهله كاكسس يعني. طيب بعد كده بعمل ايه يا دكاتره بعد الراوند بير؟ تيجي خطوه الاندوز بير. اوعوا يا دكاتره اوعوا تشتغلوا باي بير بتعمل كاتنج في الـ بعد ما بتعمل دروب في الروف بتاع الفالفت شامبر، اوعى تمشي ببير بتعمل كاتنج تحت. خلاص؟
طيب بعمل ايه؟ ادي الاندوزيت بير اهي، بدخل بيها بشيل بيها الروف كله بتاع التوت اهو. تمام. طيب انا دلوقتي وصلت للشكل ده، هل ده يا دكتور الشكل ده بالنسبه لك كافي؟ لا مش بالنسبه لي كافي كاكس. وعايز اقول لكم حاجه يا دكاتره، انا ما بنقلش من خطوه لخطوه غير لما بنهي الخطوه الاولانيه، يعني لما اخلص الاكسس خالص ابدا ابص على الخطوه اللي بعديها. بعمل ايه بعد كده؟ بجيب الالتراسونيك، اجيب الالتراسونيك بتاعي، ثواني اركب ال تمام، وببدا امشيه بين الكنالز وبعضها، بين الكنالز وبعضها وعلى الوول ده عشان خاطر اعمل له سموث. تعالوا نبص ونشوف ايه الفرق اللي هيحصل. في ناس هتشوف ان الاكسس كده ممتاز، طب تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. سوري يا شباب اليونت بس ثانية واحدة يا دكاترة، نسيت اشغل الباور بتاع اليونت اصلا. تعالوا نشوف، ادي التوس اهي. تمام، ده الالتراسونيك اهو، اهو وانا مشغل الكولنت عادي خالص. ببدا امشيه هنا كده اهو، امشيه على الوول ده وامشيه بين الكنالز وبعضها. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ تعالوا نشوف مع بعض. بصوا كده يا دكاترة الاكسس بقى شكله عامل ازاي. اكسس بقى فيري سموث، كل حاجة واضحة قدامك، حتى ثانية واحدة اوريكوا حاجة كده. فين البروب؟ فين البروب؟ انا حطيت البروب بتاعنا فين؟ ثانية واحدة، ثانية واحدة. لما بتيجي للخطوه اللي بعدها يا دكاتره، ان انت تعمل اكسبلورنج للكنال، تدور على الكنال بتاعتك خلاص. ثواني نزوم اكتر. لما تيجي تعمل اكسبلورنج للكنال وتبدا تمشي بالدي جي 16، لو في اي كاتش عشان خاطر الكافيتي كله بقى سموث هيبان معاك، فلو في اي كسترا كنال هتبدا تبان. يعني انا لما اجي امشي كده مفيش اي كاتش خالص اهو، لان الكافيتي كله سموث. لكن لو انت مش عامل الخطوه دي ممكن تلاقي كاتش. ماشي، الكاتش ده معناه ايه؟ معناه ان في كنال خلاص. بس انا عشان منظف كويس مفيش اي كاتش اهو خلاص، حتى الازمس اللي بين الكنال وضحت لما عملت ريفايننج. الازمس دي بتنضف وبتقدر تعمل لها ديس انفكشن. هل قبل ما ادخل الالتراسونيك انا كنت منظف الجزء ده؟ لا، بيبقى في دينتين هنا وبتقدرش توصل للاجزاء دي ان انت تعمل لها ديس انفكشن، فالاريجيشن بتاعك دايما مش هيوصل هنا خلاص. ده بالنسبه للاكسس. بصوا نفتح الاكسس كله مره واحده الثلاثه ونعملهم كليننج وشيبنج، ولا نعمل واحده بواحده؟ حبيبي يا اس، ده نورك يا حبيبي. نفتح الثلاثه مره واحده ونعملهم كليننج وشيبنج مره واحده، ولا ناخد واحده واحده كده؟ ها، انا بحب يعني عايز الناس تبقى متفاعله كده في الكومنتات عشان ما احسش ان انا قاعد لوحدي. انا قاعد لكم في العياده لوحدي بقى مني، فسلوني يعني، خلونا نسلي بعض. ها، نعملهم الثلاثه مره واحده ولا واحده بواحده؟ واحدة بواحدة. نفتح اكسس الاول التلاتة، ماشي نفتحهم كلهم. اللي سايب القعدة الرايقة وراح فتح لايف وهو تعبان، حبيبي قص الله، انت اللي حاسس بيه. والله يا حبيبي يا اسامه، يعني انا مش عايز اقول بس انا واخد والله حبيتين بنادول عشان خاطر اطلع اللايف ده.
بس عشان خاطر قلت للناس ان احنا هنعمل اللايف، فمش عايز اخلف معاهم، بس والله حبيتين بنادول عشان نطلع اللايف ده. واحدة واحدة. بص اقول لكم على حاجة، خلينا ناخدهم اكسس مرة واحدة وبعد كده نرجع عشان بس ايه يبقى كله على بعضه الكلام مرة واحدة، ما نرجعش نعيد نفس الكلام تاني، فاهمني؟ طيب انا عندي توز زي دي اهي، دكاترة ده تقريبا يا لور، ده لور 6 اهو ماشي، وده 7 او 8 مش هتفرق خلاص. طيب تعالوا نبدأ اللي فيها كيرز دي، بنعمل ايه؟ اول حاجة زي ما قلنا ببدأ اشيل الكيرز من البريفري الاول، ده بيفيدني في ايه؟ بيفيدني في حاجات كتير جدا جدا جدا، خصوصا في الحالات اللي بتبقى ريفيرسابل بالبايتس. التكنيك ده لابد منه عشان تقلل الانفكشن. تمام تعالوا نبص كده، انا ببدا اهو يا دكاتره ببدا اشيل الكيرز من البريفري الاول. لما كنا هشتغل في توز زي دي استخدم فيشر الاول مش راوند، لان انت لو جيت تشتغل بالراوند هتقعد تشيل في نقطه في نقطه في نقطه في نقطه في نقطه، وتقعد طول النهار بقى بتشيل في كيرز خلاص. طيب تعالوا نبص كده اهو، ببدا اتحرك اهو، كنترا دي مالها، والبير دي اللي فيها مشكلة. نجيب البير دي تمام اهو، هبدأ اتحرك في البريفري اهو. في كل الاتجاهات عايزكم دلوقتي هتلاحظوا حاجة، الفيجن نفسها دكاترة اختلفت. انت لما بتشيل من البريفري كده الاول بتلاقي نفسك بدأت تشوف اكتر انت هتروح فين بعد كده، انما الجماعة اللي بيدوروا على الكنالز الاول اللي انت بتعمله ده غلط، انت بتعمله ده غلط. دكتور مين اللي بيقول مستنيينك؟ حبيبي حبيبي، ده شرف ليا دكتور ممدوح، والله شرف ليا والله. الجروب ما شاء الله، يعني انا مبسوط جدا من الحاجات اللي بتتعمل، وربنا وانا طبعا ليا الشرف ان ابقى معاكم اكيد. ماشي خلاص، لسه في كيرز اهو، هبدا اشيله الاول يا دكاتره. ما بعملش اي حاجه لما باجي اشتغل اندو، ما بعملش اي حاجه غير ان انا بشيل الكيرز الاول. تمام اهو. طيب ده بالنسبه للكيرز اللي على الوول، اللي تحت ده هبدا اشيله ازاي؟ تعالوا نشوف، ده مش هينفع معاه الفشر، فبجيب راوند بير. فين الراوند بير؟ اهي هناك اهي. تمام اهو، وهبدا اكمل اشيل الكيرز. انا ما بدورش على الكنال زي دكاتره، انا ما بدورش على الكنال، انا بشيل الكيرز بس. تمام اهو، انا مش شاغل دماغي بالاكسبوجر اللي حصل، شوفوا الاكسبوجر اهو، بس انا مش شاغل دماغي بيه خالص. انا كل اللي انا هعمله هبدا اشيل كيرز بس، دايما خليك من البريفري وانت داخل لجوه. تمام وصلت للوضع ده وحصل معايا الاكسبوجر. طب لنفترض ان الاكسبوجر اللي حصل صغير، حجمه صغير، بيحصل ايه؟ بيحصل يا دكاتره ان انت لما بتيجي تدخل الاندو زد دي هنا كده بتلاقيها واقفه زي دي كده، ايه اللي هيحصل كده؟ انت لما تيجي تشغل الاندو زد هتلاقي نفسك عمال بتشيل في الكراون لكن ما بتشيلش الروف، لان انت واقف فوق مش تحت خلاص. طيب زي مثلا شايفين الدروب الكبير ده، لما هتيجي تدخل الاندو زد هنا بصوا كده بقت فين؟ الجزء الراوند ده، الجزء الراوند ده بقى جوه، والجزء اللي بيعمل كاتنج بقى هيتحرك على الروف فهيشيله.
وصلت النقطة دي؟ طيب لو نفترض ان انت عامل دروب صغير، جيب الراوند بير، جيب الراوند بير بتاعتك وتقوم ايه موسعه شوية، اهو حاجة بسيطة خالص، توسعه شوية. ليه؟ عشان الاندوزيد لما تيجي تدخل تمام ما تبقاش متعلقة فوق، ماشي؟ طيب بعد كده بعمل ايه؟ بجيب الاندوزيت بير اهو، اندوزيت بير اهو، وببدا اشيل بيها الروف. طيب يا دكتور، طب تعالوا نكمل اهو، انا ببدا اشيل الروف اهو. لنفترض يا دكاتره، عشان بعض الناس اللي بقول لك انا مش عارف الكنالز فين يا دكتور، ادور فين ولا اروح منين ولا اجي منين، حلو كده؟ لان كل الكنالز بتبقى موجوده تحت الروف، ماشي؟ فانت مجرد ما هتشيل الروف انت كده حليت نص اللغز. طيب انا عايز اعرف يا دكتور امشي فين؟ طيب ده بروب اهو دكاتره بتجيبه. لو في هنا، لو في هنا روف يا دكاتره هيحصل ايه؟ البروب ده المفروض يمسك زي فين؟ زي هنا كده، بصوا كده، لما اجي اطلعه ما بيطلعش اهو. ليه؟ لان في هنا زي استبايه، الروف ده بيبقى مغطي من فوق وتحتيه فاضي، فلما بيدخل ده بيعشق ما بيرضاش يخرج. فبكده انا عرفت ان هنا روف. يعني لنفترض ان انت في توس تايه خالص ومش عارف تروح منين وتيجي منين، وعملت دروب ماشي، والكونترا كانت مميله منك، فانت مش عارف انت في الميزيو وكل ولا في الميزيو لينج ولا فين بالظبط. اعمل ايه؟ تجيب البروب وتبدا تحركه. لقيت ان الكاتش بيحصل ناحيه اللينجوال، يبقى كده معناه ان في روف ناحيه اللينجوال، يبقى هتجيب الاندوزيد وتتحرك ناحيه اللينجوال. طب لقيت في روف ناحيه البكر، يبقى هتجيب الاندوزيد بتاعتك وتتحرك ناحيه البكر. لو انت تايه خالص، تايه خالص، خلاص. تعالوا نكمل، ادي الاندوزيد اهو، وهبدا اتحرك اشيل الروف كله، اتشال كله اهو، خلاص. ادي الاكسس اهو، هل الاكسس كده بالنسبه لي انا كافي؟ لا مش كافي، لازم بجيب الالتراسونيك بتاعي وبعمل ريفايننج للاكسس. بصوا كده، شايفين الريجولاريتي دي يا دكاتره؟ شايفين دي ودي؟ تعالوا نبص بعد الالتراسونيك هتبقى عامل ازاي. خلاص ادي الالتراسونيك اهو، تمام، حركه بين الكنالز وبعضها بخليه يلمس الوول في كل الاتجاهات. تعالوا نشوف هل في ديفرنس. بصوا كده، انا في حاجه بتاع كده سوفت تيشو. تعالوا نشوف، بصوا كده يا دكاتره، شايفين الازمص اللي بين الكنالز بانت ازاي ونضفت ازاي؟ مش بكلمك على الـ على الـ على الول خالص. بصوا الازمص دي يا دكاتره، الازمص دي اللي هي الديبريشن اللي بيبقى بين الاثنين كنال يا دكاتره، يبقى ديبريشن كده بين الاثنين كنال، خلاص. طب انت لو ما عملتش ريفايننج مش هتقدر تعمل كليننج وديس انفكشن للمنطقه دي، خلاص. يبقى دي خطوه الريفايننج مهمه جدا جدا جدا. طب تعالوا نبص كده على الول، بصوا كده الدكاتره بقى ناعم ازاي، بصوا بقى سموث ازاي. ده هيفرق معايا طبعا، الفايل لما يجي يدخل والول اللي هو لمسه من فوق هنا سموث، بيسهل حركته وبيسهل الامور عليه، خلاص. غير ان انت لما تيجي تعمل اكسبلورنج وتدور على الكنال هتبص على الكاتش بس، خلاص. الكاتش ده معناه ان في كنال، تمام. اهو ادي الكنالز اهي. مشكلتي في الرؤيه يا دكتور، ايش الحل؟ جوه فم البيشنت الوضع متعب. مشكلتك يا دكتوره مش في الرؤيه بتاعت الاكسس، انا متاكد ان مشكلتك في الرؤيه بتاعت الفايلات. لما تيجي تشتغلي بالفايلات، الخطوات الستبس اللي هقولها كمان شويه دي هتفرق معاكي في الفيجن كتير خالص، هتفرق معاكي في الفيجن كتير خالص. الديستال مارجن في الحاله دي نشيله؟ حد بيسال حد وحد رد عليه. طب لو مش متاح التراسونيك ايه البديل؟ اشتغلي بالاندوزيت بير لحد ما يبقى متاح. الالتراسونيك موجود في اي عياده، ما هوش حاجه ادفانسد يعني، فاهمني؟ يعني هو ده دي التب بتاعت السكيلنج يا دكاتره العاديه خالص، دي ب 40 جنيه تقريبا او حاجه شبه كده، خلاص. انا مش يعني في حاجات اغلى، في حاجات في الاندو غاليه جدا، بس انا بكلمك ان انت تقدر تعمله بالامكانيات البسيطه خالص، تمام كده. الاكسس اهو،
تعال نبص على التوس دي، نجيب السكشن ده يشوف لنا شوية الحاجات دول. طيب دي حاجة تالتة خالص اهو، توس ساوند اهي، عايز افتح لها اكسس. ماشي، طبعا في بق العيان انت هتبقى عارف الميزيال من الديستال من الكلام ده كله، ماشي، فعشان ما ناخدش وقت كتير، لان في بق العيان الميزيال لناحية بره والديستال ناحية جوه. ماشي، اولا ده الميزيال بتاعنا اهو، وده الديستال. المفروض اماكن الكنال في توس زي دي، عارفين الميزيو بوكال كنال بتبقى تحت الكاسب تب بتاع الميزيو بوكال كاسب، والميزيولينجوال كمان كنال بتبقى قصادها، ده اسمه يا دكاتره سنترال جروف. ماشي، بتبقى قصادها بس لينجوال الجروف ده، يعني ادي الجروف اهو، هي بتبقى لينجوال شويه. ماشي، مش بس كده، ما بتبقاش على نفس اللاين، بتبقى مايله سيكا ناحيه الديستال. خلاص، يبقى انا عرفت ان في كنال اهي وفي كنال هنا اهي، والديستال بتبقى دي اسمها السنترال فصه، بتبقى ديستال للسنترال فصه دي. خلاص، طب تعالوا نشوف، تعالوا نشوف الكلام ده. تعالوا نشوف ببدأ منين. ابدأ دايما من مكان يكون فيه ديبريشن عشان خاطر البير ما تقعدش تلعب منك. يعني ايه ديبريشن؟ اكتر مكان فيه ديبريشن عندك هو السنترال فوس، خلاص، مكان هابط لتحت، عشان لو بدأت من هنا هتيجي تشغل الكونترا هتلاقيها بتتحرك. طيب بعمل ايه؟ انا عرفت دلوقتي يا دكاترة ان انا عندي كنال هنا وكنال هنا وواحدة هنا، ده المثلث بتاعي اهو. اروح ارسم المثلث ده؟ لا، انا بشتغل اوف اوت لاين، بس برسم مثلث اصغر من المثلث اللي المفروض هلاقيه. يعني ده المثلث بتاعي، برسم واحد اصغر منه وبشتغل في اريا. اي مالتي روت توس، يعني اي توس ليها اكتر من روت، بتشتغل في اريا، بترسم اوت لاين. طب السنجل بتشتغل في بوينت، تمام كده. طيب تعالوا نبص، انا هبدا من هنا اهو. الجلافز ده اتقطع، ثانيه واحده هشيل الجلافز ده. طبعا انا عارف الناس متعوده مني دايما على ان انا بهزر في وسط اللايف، بس يمكن النهارده مصدع شويه، ف هتلاقوني بحاول ايه، ما يا رب يكون دمي مش تقيل، بس اهم حاجه عشان الصداع بيقلب بتقل دم. ماشي، نكمل. ادي السنه اهي، هبدا هنا اهو يا دكاتره، اميل الكونتر اهو، انا بميل عشان انتوا تبقوا شايفين. خلاص، هبدا اهو، ماشي، وهبدا ارسم المثلث بتاعي. انا عارف ان في كنال هنا وواحده هنا وواحده هنا، هرسم المثلث اهو، انا برسمه وكاني بعمل كافيتي. ماشي، وكانك بترسم كيف بتعمل كافيتي لاي حاجه بقى. ماشي اهو، بفضل انزل لتحت عادي خالص. هنا برسم في الكافيتي اهو، حلو كده. تعالوا انا رسم لكم يعني مثلث البدايه كبير شويه، بس عشان الصوره تبقى لحد فين، لحد ما يحصل معايا دروب. اول ما هيحصل دروب ابقى عارف ان انا كده وصلت في نقطه في البلب تشيمبر بتاعي. تعالوا نشوف كده وصلنا لحد فين، تعالوا نكمل. تعالوا نكمل. طبعا البير ضل شويه عشان اشتغلت كتير، بصوا كده اهو الدروب اهو، شفتوه؟
كونترا سقطت اهي، خلاص كده حصل دروب. تعالوا نشوف شكل الدروب كده، بصوا كده شايفين الفتحة دي اهي، ده الدروب اهو، واضح كده انت عملت فتحة في الروف بتاع البلب تشامبر. تمام. طيب لو جبت الاندو زد ولقيتها ما بتدخلش جوه الفتحة دي خالص، يعني بصوا كده، بصوا كده متعلقة فوق اهي، متعلقة فوق مش جوه، لو جيت تشتغل دلوقتي هتقعد تشيل في الكراون ومش هتط... مش هتشيل من الروف بتاع البلب تشامبر اللي انت عايز تشيله. طب بعمل ايه يا دكتور؟ نفترض ان انت مش عارف انت وصلت فين، مع ان احنا هنا في الديست، هات البروب بتاعك وشوف الكاتش فين. انا لقيت كاتش الناحيه دي اهو، خلاص. طب الناحيه دي الديستال مفيش، اهو البروب بيطلع بكل سهوله اهو، يبقى انا هتحرك ناحيه فين؟ ناحيه المازير. بايه؟ بالراوند بير، هوسع بس ال... 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 النقطه دي شويه، خلاص اهو. تعالوا نشوف، اهي وسعت شويه اهي. بعد كده تجيب الاندو زد بتاعتك، تمام، ادي الاندو زد اهي، واتاكد انها خلاص جوه اهي، ماشي. وهبدا احركها عشان خاطر اشيل باقي الروف اهو. تمام. تعالوا نشوف وصلنا لحد فين. ادي الاكسس مثلث خالص اهو، ماشي. وادي كنال، وادي التانية، وادي التالتة. بس بصوا كده بقى، هنا في المولر بيبان موضوع الريفايننج والقصة دي، بصوا كده الريجولاريتي اللي تحت، الاكسس شكله وحش صح؟ طيب انا موسع لكم الاكسس شوية عشان خاطر تبقوا شايفين كويس، ممكن تعملوا اصغر من كده، خلاص. تعالوا نعمل الريفايننج ونشوف. ادي الالتراسونيك اهو، ماشي. وهبدا احركه بين الكنال وبعضها، ينضف لي الازمس ويعمل لي سموثنج للول، ونبص نشوف هل في فعلا فرق. احنا بدون فايلات خالص اهو، بصوا كده شايفين. استنى بس مش لكم في حته التيشو تحت كده، بصوا كده يا دكاترة، الدنيا بقت أوضح صح ولا أنا غلطان؟ أهو أدي الكنايل، وأدي التانية، وأدي التالتة، ده حاجات سوفت. شايفين الألتراسونيك بيعمل إيه؟ شايفين الول بقى سموث إزاي؟ دكتور كريم بيقول لي كده واسع ازاي؟ يعني انا ممكن اقدر اعمله اصغر من كده سيك، بس مش وحش يعني، ده حلو عادي بس انا اقدر اصغره عن كده، بس انا يعني عايزكم تبقوا شايفين كويس، خلاص. يبقى كده الاكسس بتاعي خلص، بس انا بالنسبه لي ما بيعجبنيش الشكل ده. كمان بعمل ايه؟ بعمل ريفايننج كمان شويه، يعني شايفين الريجولاريتي دي ما تعجبنيش، ماشي. انا بحب اول لما قبل ما اشتغل بالفايلات يكون الاكسس بتاعي شكله جميل ونظيف ويفتح نفسي كده، لما احط اجيب الميرور وابص الاقي حاجه انا عايز اشوفها. بصوا كده لما هعمل كمان شويه ريفايننج ايه اللي هيحصل. تعالوا بس نشيل التيشو دي، بصوا كده يا دكاتره الدنيا بقت ناعمه خالص ازاي، الفلور ماد نفسها بقت واضحه، والازمس شايفينها اهي واضحه خالص اهي، واضحه خالص اهي. تمام. ده الاكسس. حد عنده سؤال في الجزء اللي اتشرح ده؟ دكتور الميد ميزيال كانال
لو موجودة بتكون واضحة، ولا زي الـ MP2 محتاجة نستخدم التراسونيك وندور عليها كل مرة؟ بص يا دكتورة سارة، أنا بعمل إيه؟ أنا بعمل قلنا ريفايننج للأكسس، بجيب بعد ما بعمل ريفايننج بجيب الكنال بكذا حاجة، أحسنهم بروب زي ده اللي هو الديجي 16 أو أي شارب بروب، وببدأ أمشيه أمشيه، ما خلاص دي نضفت خالص أهو ماشي، أمشيه في الإزمس اللي بين الكنال وبعضها دي، لو عمل كاتش في النص يعني شايفه هنا كده، بصوا ثواني اما اجيب الفوكس على الحته دي، لو عمل كاتش هنا انا بمشيه بينهم اهو، ما بيعملش اي حاجه الفايل، ما بيعملش كاتش غير في الكنال دي وفي الكنال دي. طب لو عمل كاتش في النص يعني جه وقف هنا، تبداي تدوري هنا، ما دام انت شلت يعني بينتي الازمس اللي ما بين الكنالز، مستحيل يبقى في حاجه كنال موجوده مش هتعمل معاكي كاتش. خلاص دي احسن طريقه تدوري بيها على اي اكسترا كنال، اي اكسترا كنال موجوده ماشي. في طرق تانية زي الداي، الماجنيفيكيشن طبعا هيساعدك كتير، حاجات كتير ممكن تعملي بيها القصه دي، بس ايه احسن طريقه؟ احسن طريقه اللي احنا شرحناها دي، انك تعملي ريفايننج للاكسس والدي جي 16 او اي بروب شارب عندك تبداي تحركيه. شايفين بروب عامل ازاي؟ خلاص طيب، حد عنده سؤال في الاكسس تاني؟ الجزء اللي عملناه اللي فات ده، عشان نبدأ في الشيبنج اللي هو اصلا موضوع النهارده. يا ريت الناس اللي بتتفرج ومستفيده يعملوا منشن لاصحابهم عشان خاطر يشوفوا اللايف، يعني هستأذنكم عشان الجزء بتاع الشيبنج ده هقول فيه كلام مهم، واحب ان الناس كلها تسمعه وتشوفه ماشي. اللي عايز يعمل منشن لحد يعمل له، واللي عايز يشير اللايف على اي جروب يشيره برضه، مفيش مشكلة خالص. انا بس ما نشيل شوية نعمل فاكشن لشوية نكمل نكمل. انا دلوقتي الاكسس خلصته ماشي، اكسس خلص اهو، مثلا في سيفتوس زي دي المفروض ان انت دلوقتي هتبدا الشيبنج بتاعك. هسالكوا سؤال وردوا عليا، يعني في 140 واحد اهو موجودين، ردوا عليا. بعد ما بتفتح الاكسس بتعمل ايه؟ بعد ما بتفتح الاكسس انت بتعمل ايه؟ ايه اول حاجه بتعملها بعد كده؟ بعيدا عن الاريجيشن، عشان ما حدش يقول لي اعمل اريجيشن، عملنا الاريجيشن وعمل بس اهو، عملت الاريجيشن اهو اهو، ده صوديوم مركز اهو فول كونسنتريتد اهو، محدش يقول لي بقى ايه اعمل اريجيشن يا دكتور، عملت الاريجيشن يا عم. ايه اول خطوه؟ طبعا الناس اللي واخده الكورس معايا ما يقولوش حاجه، انا عايز باقي الناس عشان اشوف اختلاف المدارس. دكتور اسلام سكاوتنج يعني بيستخدم فايل 10 ويبدا، دكتوره نادية نفس الكلام، دكتور نجيب اتفرج على لايفات كتير قبل كده، دكتور اكرم البيت انسي فايل 10 سكاوتينج ماشي، دكتورة اسراء ثانية واحدة ندخل بال شوية هو كده ماشي، دكتورة اسراء بريف ليرينج، دكتور عبد الفتاح بيت انسي ماشي، دكتورة دينا كورونا الفلير، أسماء بدخل بفايلات مانوال، مانوال فايل فليرنج وبيتنس. طيب تعالوا بقى دكاترة، بما ان شفتوا احنا اختلفنا ازاي، طب تعالوا نجرب الحاجتين ونشوف الفرق بينهم. انا اول خطوة بعملها بعد ما بعمل بروبر اكسس، انا عندي سيف ستيبس كده للروت كانال يا دكاترة، اولهم البروبر اكسس تمام. الدكتور اسلام من فيديوهات حضرتك برضو ماشي. يعني مش مجتهدة فيها ولا حاجة ماشي. دكتورة شيرين بتدخل بفايل 10، دكتورة تغريد سكاوتينج، دكتورة سارة بريف ليرينج، ده دكتور عماد يعني جايبها زي بالظبط اللي هو ده، انت يعني شايف اللايف اللي فات ماشي. انا عن نفسي يا دكاترة اول فايل ببدأ بيه
هو فايل 25 تبر 4 ده اول فايل بيبدأ بيه. حلو كده. طيب انا بعمل بيه ايه؟ بعمل حاجة اسمها بريف ليرنج. يعني ايه؟ يعني شوية دول من الكنال شوية دول كده بوسعهم الاول قبل ما بعمل اي حاجة خالص. طب ليه يا دكتور الحركة دي؟ انا دكاترة عايز اسهلها على فايل 10 عشان فايل 10 ده ستيل فايل وستال ستيل فايل وفايل حجمه صغير عشان خاطر يقابل ريزيستنس من اول الكنال من هنا لاخرها، ولو الكنال ضيقه شويه او فيها مشاكل هتلاقي يا ما بينزلش معاك وبيقرفك، يا اما الفايل ممكن يحصل له لو انت يعني ايدك تقيله شويه هتكسره. تمام. فانا بالنسبه لي اول خطوه بعملها هي خطوه ايه؟ بريف ليرنج. طب هل يا دكتور دي بتفرق ان انا استخدم فايل 10 اول؟ تعالوا نجرب. ادي زي ما بيقولوا كانوا بيقولوا ايه، ادي حاجه وادي الكيال او ادي مش عارف ايه وادي ماشي. لنفترض ان انا جبت فايل 10 وادي كاترة زي ما معظم الناس بتعمل. ماشي، جبت فايل 10 وهبدا بيه على طول. بصوا كده تعالوا نشوف. ادي مثلا كنال زي دي، دخلت الفايل اهو. حلو. طبعا الفيجن بتبقى معدومه، انت اصلا بتقعد تدور بالفايل كده. بص بقى في السنه بتبقى ثابته كده. حلو. الكنال فتحتها ضيقه فبتقعد تدور بتلاقيك تاي مش عارف تدخل هنا، والفايل يقعد يجي هنا ويجي هنا ويجي هنا لان الفتحه دي صغيره. تمام. ادي الجمل، وادي الجمال. جدع دكتور مصطفى والله. دكتور ابراهيم سوري. ماشي، ادي الجمل وادي الجمال اهو. ماشي، فتعالوا نشوف. الدكتوره كانت بتسال على الفيجن، انت بتبداي، انا متاكد ان انت بتبداي من غير من غير اي حاجه، بتبداي في فايل 10 على طول. ماشي، فبتلاقي الدنيا معاكي ايه، مش عماله تايهه، دخلها هنا، ولو انت داخله بميل شويه مش عارفه انت في الكنال دي ولا في الكنال دي ولا فين بالظبط. تمام. طيب انا فايل 10 اهو يا دكاتره، بص برضه حتى انا مش عارف ادخل اهو، دخل الكنال. حلو. المفروض بعد كده بتعمل ايه؟ واتش وايندنج موشن. ادي الواتش وايندنج موشن. ماشي، بصوا كده الفايل وصل لللينس ده وبدأ يبقى فيه صعوبة، الفايل يعني بيعاني. طبعا في ناس ما بتعملش الواتش وايندنج زي، بيلفوها نص تلات اربع لفة كده لحد ما يكسروه. دكتور احمد ادي الجمل وادي الجمال. ماشي ماشي اهو، الفايل بدأ يبقى يعني الموضوع صعب على اللينس ده، الموضوع صعب خالص اهو. بصوا ما عادش بينزل معايا اصلا. تمام، ولسه ما وصلش للفول لينس، ما طلعش من الناحية التانية. طيب تعالوا نطلع باللينس ده اهو زي ما هو اهو. ماشي، واعمل بريف ليرنج واشوف هل الموضوع هيفرق ولا مش هيفرق، يعني فايل هيخش بصعوبة ولا مش هيدخل. ده فايل 25 فور اهو. ماشي، ده فايل بتاع شركة ايدج اندو، حتى فايل 10 ده برضو بتاعهم، بصراحة فايل جميل. ماشي، ادي الفايل اهو دكاترة في جهازنا الوزم المحترم. ماشي، وهنبدأ اعمل البريف ليرنج لنفس الكنال اهي. ماشي، بريف ليرنج بيبقى على استيميتد لينس بدون بريشر خالص. حركة الموشن يا دكاترة هي دكتور بقى، ادي الفولة وادي الكائرة، مش عارف والله انا يعني متهيألي انها كده يعني. بدون ما بتعمل بريشر. ومن اهم الموشن اللي انا هقول لك عليها النهارده، ان انا بستخدم حاجه زي اسمها ستروكس. يعني ايه؟ يعني الفايل دكاتره بيحصل له سيبريشن وبيتكسر ليه؟ احنا عندنا نوعين من الكسر دكاتره، في حاجه اسمها السايكليك فاتيج والتورشنال ستريس. المهم مش هقعد اشرح لك المصطلحات دلوقتي، في نوع منهم عشان خاطر الفايل انت استخدمته كتير قوي. ماشي، فبيبدا يحصل له سيبريشن. في نوع تاني ان بيحصل ايه، الفايل بيمسك في الكنال من تحت، الجزء ده مسك في الكنال. ماشي، فبيحصل ايه، الجزء اللي تحت اللي ماسك ده ما عادش بيلف لانه وقف في حواليه استرس عالي فموقفه، والجزء اللي فوق ده بيلف. ماشي، فجزء ثابت وجزء عمال بيلف، فبيسيب من بعضه. بيسيب ايه من بعضه؟ تمام. هقول دلوقتي الفرق بين الاورفيس اوبنر والخطوه دي، يا بتعملها بالفايل ده اللي هو 25 فور، يا اما ممكن تعملها باورفيس اوبنر، بس انا بفضل ال 25 فور للاسباب اللي هقولها دلوقتي. بس تعالوا نشوف الفرق بين ان انت تبدا ب 10 وتبدا بريف ليرنج. ماشي، ادي نفس الكنال اهي دكاتره، هي كانت فين؟ كانت دي.
صح؟ ايوه كانت دي. ماشي ادي الفايل اهو، بصوا كده الاستروكس دي، ده كده ده شغل الفايل، بدخل في الكنال ببدأ اتحرك. لا الفوكس مش مظبوط عندكم، ابعد ال، بصوا كده دكاترة، ادي الفايل في الكنال اهو، تمام. ثانية واحدة اهو، هل شغل الجهاز وببدأ اعمل ستروكس، والجهاز عايز ينزل انا اللي بسحبه لفوق، تمام، انا اللي بسحبه لفوق اهو. كام ستروكس؟ ثلاثة، اخرك اربعة. لما بتيجي تطلع الفايل ده دكاترة مهم اوي ان انت تمسحه في الجلافز بتاعك عشان تشيل الدبريس اللي عليه. حلو كده. طيب تعالوا نعمل، بلاش مش عامل بريف ليرنج تاني. طيب تعالوا نشوف كده نفس الفايل اهو، فايل 10، هدخله في نفس الكنال. بصوا كده يا دكاترة بدون اي واتش وايندنج موشن خالص الفايل وصل لحد فين، بدون اي ريزيستنس نهائي. خلاص ما الدكتورة مريم بتسأل ليه ما دخلتش بابا، انا هشرح لكم النقطة دي دلوقتي. خلاص بصوا كده، بصوا الموضوع بسيط خالص ازاي اهو، في ثواني وصلت لللينس اللي انا قعدت 3 4 دقايق عشان اوصل له، والفايل اصلا خرج من الكنال الناحية التانية، وصلنا للفول لينس كمان. بصوا كده الفايل اهو اهو، شايفينه اهو. خلاص جاست ان انا عملت ايه، عملت بريف ليرنج، سهلت الامور كلها على نفسي. لما باجي اطلع الفايل ده، بص مش هقول لكم على الستبس دلوقتي، بس انا عايز حبيت اعرفكم الفرق بين ان انت تعمل بريف ليرنج والفرق ان انت ما تعملش. طيب هل فايل 10، هل فايل 10 يستحمل لو في كنال نارو شويه وفيها كيرفتشر، هيستحمل معاك لو انت ما عملتلوش بريف ليرنج؟ لا، بل انه مش هيوصل وممكن يعمل لك ليدج. تمام تمام طيب ليه يا دكتور، دكتور سأل ليه يا دكتور بتشتغل ب 25 فور وما بتستغلش؟ دكتور احمد بيسال هنزل كام ملي؟ بص يا دكتور انا بشتغل يعني استيميتد لينس، نفترض مثلا انا عارف ان اللور 6 بيبقى من 20 ل 22 ل 19، خلاص انا عايز اعمل 3 4 ملي من الكنال، فانت انزل مثلا لينس 12 13 14، انا مش عايزك توصل للفول لينس ولا حاجه، انا بس عايزك تشيل الشويه دول، توسع الشويه دول. خلاص دكتور ما بينزلش، بينزلش ايه دبريس، هو البريف ليرنج ما بينزلش دبريس لتحت؟ دكتور زيد انت فاهم العكس، هقولها كمان شويه بس معلش خلونا نمشي بالترتيب. ماشي، في بعض الناس بيستخدموا الاورفيس اوبن على دكاتره، هل هو غلط؟ لا مش غلط، عشان بس ايه ابقى انا بقول كل حاجه. هل هو غلط؟ لا مش غلط. عايز اجيب لكم بس اورفيس اوبنر المحترم كده، ادوني ثانية معلش يا دكاترة، ادي اورفيس اوبنر اهو. الاورفيس اوبنر يا دكاترة عيوبه بالنسبة لي ايه؟ ليه يا دكتور انت بتشتغلش بالاوبنر وبتشتغل بالفايل ده؟ مبدئيا يا دكاترة مبدئيا احنا كل غرضنا بعد الاندو ان التوس توس تبقى يعني تعيش، صح؟ طيب لما تدخل مسمار بالمنظر ده الاورفيس اوبنر بيبقى التيبر بتاعه 12 او 10 او 8 او 9، بيبقى اكبر بكتير من تيبر 4. ماشي، فلما بتدخل فايل زي ده في الكنال فانت بتعمل ايه؟ انت بتشيل من الدنتين اللي موجود هنا، تمام. طب ده بيعمل لي ايه؟ بيضعف التوس وبيعرضها اكتر للروت فراكشر، تمام. دي اول نقطة. طب النقطة التانية ايه يا دكتور؟ النقطة التانية ده كانت ان الاورفيس اوبنر ده عشان عريض، الفليكسابيليتي بتاعت اي حاجة في العموم اي ميتال بتيجي منين؟ بتيجي من الطول والسمك، والحاجة التالتة ان الفايل يبقى فري، بس دي مش موضوعنا. ماشي، طيب السمك بتاع الفايل الاورفيس اوبنر كبير صح؟ اهو الدايمتر بتاعه كبير، الحاجة التانية قصير، فالفليكسابيليتي بتاعته بتبقى بسيطة جدا، فاحتمالية ان يعمل معاك ليدج عالية. لو انت عملت اي بريشر على اورفيس اوبنر هيعمل معاك ليدج بسهولة، خصوصا لو في كيرفتشر. يعني ليه؟ لان الفايل ما فيهوش فليكسابيليتي زي ال 25، فبالتالي لو انا عايز انزل في الكنال 5 مللي، لا الاورفيس اوبنر يبقى اخرك 2 3،
يعني ايه؟ يعني انت لو هتشتغل بأورفيس اوبنر بتجيب الأورفيس اوبنر بتاعك وتركبه زي ما قلنا بدون ما تضغط على البوش ده. بصوا شوفوا شوفوا اللي هوريكم دلوقتي، انا هشتغل بأورفيس اوبنر جاست ان هو مسك في الكنال ثواني 2 3 مللي وكفايه بدون بريشر خالص، بل بالعكس انت بتطلعه لفوق كام ستروكس؟ 3 او 4 ستروكس بس. تمام. في ناس بتحب الاورفيس اوبنر عشان التصوير ماشي، فممكن تستخدمه. يعني انا طبعا هو التصوير مش اهم من التوز بتاعت البني ادم يعني. هو ليه ميزه تانية، ليه ميزه تانية في ايه بقى؟ لو انت هتشتغل باللاترال كومباكشن، ساعات ما بتعرفش تدخل اكسسوري جنب الحاله اللي انت عملتها. لو انت شغال بالتكنيك اللي انا بقول لك عليه ده هتلاقي في صعوبه شويه بان انت تضيف اكسسوري، فممكن تعمل ايه؟ بتيجي في الاخر وتدخل الاورفيس اوبنر عشان يسمح لك ان انت تدخل الجتابركا الاكسسوري بتاعتك. تمام كده؟ طيب دي اول خطوه، خطوه الايه يا دكاتره؟ البريف ليرينج. تعالوا بقى نرتب الخطوات زي ما انا هقولها لك ماشي. اول خطوه قلنا بنعمل ايه؟ بعمل بريف. شفتوا ده دخل لحد فين؟ تاني كان داخل 2 3 مللي، بصوا كده هيدخل اكتر. تمام. طيب الخطوه اللي بعد كده بتعمل ايه يا دكتور محمود؟ بجيب فايل 10 يا دكاتره، فايل 10 اهو، وبعمل فيه بصوا كده يا دكاتره، اي فايل 10 في الدنيا بيبقى فيه يا اما اي فايل، مش اي فايل 10، بيبقى فيه يا اما حته بارزه كده شايفينها اهي، يا اما بيبقى فيه علامه بلون تلون اسود مثلا شبه الفايلات دي كده. بصوا كده شايفين؟ فالاستوبر بيبقى فيها علامه، العلامه دي مش محطوطه هباء، ده عشان بنستخدمها. بنستخدمها في ايه؟ لو الفايل يا دكاتره طبعا الفايل واخد الكيرف، فايل سليم اهو ماشي ستريت اهو، بعمل انا فيه ايه بقى؟ باجي على الاستوبر دي على العلامه دي وبعمل بري كيرف ناحيتها بالتويزر اهو خلاص، وباجي على اخر 3 4 مللي واعمل بري كيرف بسيط كده اهو، كيرف بسيط في الايه؟ في الفايل، وبعلمه بعلم الاتجاه بتاعه بدي بالبروز ده. يعني الفايل الكيرف بتاعه نفس اتجاه البروز اللي في الاستوبر. حلو كده. طيب بنعمل ايه بعد كده يا دكتور؟ باجي على الكنال اللي انا عايز، اللي انا عملت لها بريف ليرنج تمام، وبجيب الفايل وبحطه في الكنال. طب هي لازمتها ايه يا دكتور الحركه ان انت علمته بالبتاعه دي؟ معظم الحالات يا دكاتره هتيجي تدخل الفايل في اتجاه الكيرف كده مع دول مش هيرضى يدخل. ليه؟ لان بصوا كده الحاله بتبقى ثابته في بق العيان، فهتعمل بري كيرف وهتيجي تدخل كده الكيرف هيبقى اتجاهه فين؟ ناحيه الديستال، فمش هيدخل. فبتحتاج الاول ان انت تدخله، تدخل الكيرف وهو معكوس مش في الزاويه اللي انت عايزها، يعني الناحيه دي. وانا عايز اتجاه الكيرف ده ناحيه فين؟ ناحيه الانر وول. يعني ايه انر وول؟ انا عندي يا دكاتره ادي الكنال اهي، وادي كنال اهي، وادي كنال اهي. فين الانر وول بتاع الكنال دي؟ ناحيه الفوركيشن. ادي الكنال اهي، الفوركيشن فين؟ اهي. يبقى انا عايز اتجاه الكيرف ناحيه هنا، وهنا نفس الكلام ناحيه الفوركيشن، وهنا نفس الكلام. ليه؟ لان لميلي التوز بتبقى الكيرف بتاعها ناحيه الانر وول ماشي. طيب بعمل ايه؟ زي ما قلت لكم ادخلها معكوسه كده، الفايل بقى جوه الكنال. انا عايز اعرف فين اتجاه الكيرف اللي انا عامله، اعرفه منين؟ اعرفه من الاستوبر. بخلي الاستوبر دي ناحيه فين؟ ناحيه الانر وول اهو. بصوا كده ناحيه الانر وول اهو اهو ماشي، ناحيه فين؟ ناحيه الانر وول. وببدا اعمل الواتش وايندنج موشن بتاعي بعد ما عملت ايه؟ بعد ما عملت البري كيرف بتاعي ماشي اهو، واتش وايندنج موشن. الخطوه دي اسمها ايه؟ الخطوه دي اسمها جلايد باس، وبنعمل معاها حاجه اسمها نيجوشيشن، وبناخد الوركنج لينس عن طريق الايبكس لوكيتور. طيب الايبكس لوكيتور هيبدا يزمر معاك اول لما الفايل يطلع من الكنال. بنعمل ايه؟ انا بعمل ايه عموما؟ يعني بعمل حاجه اسمها ري اشورنس. يعني ايه؟ الفايل الايبكس لوكيتور اداني ان هو عدى اللينس بتاعي، بقوم راجع يا دكاتره ماشي، وبقوم داخل تاني واخليه يعدي نص مللي دول ماشي، هيبدا يديني ان هو عدى الايبكس. برجع تاني على الزيرو زيرو تاني، وبعد كده بدخل تاني خليه يعدي، لقيته برضو بيديني الزيرو زيرو، بيديني ان هو عدى الايبكس. بقوم راجع تاني وظبطه على الزيرو زيرو،
وكده باخد القرايه بتاعتي. هو انا عملت ايه يا دكاتره؟ يعني ايه ري اشورنس؟ ساعات الفايل دكاتره ممكن يبقى ماسك في اي بالب تيشو في الكنال هنا، مش عند الايبكس، فهتلاقيه بيديك قرايه ان هو عدى الايبكس. فلما بترجعه انت كده بتفكه من الحاجه اللي هو مسك فيها، ويجي يدخل تاني لو هو في بالب تيشو مش هيديك القرايه اللي هي الايه ان هو عدى الايبكس، لكن لو هو معدي الايبكس فعلا هيديك ان هو عدى الايبكس. فكده انت اتاكدت ان القرايه بتاعتك مظبوطه. خلاص، بعمل ايه يا دكاتره؟ من الحركات المهمه قوي ان وانت بتحرك الاستوبر عشان تحطها على الريفرنس بتاعك بتثبت الفايل. بثبته بايه؟ بصباعك. ثبته، شايفين انا ضغطه ناحيه الوول، ماشي؟ وبتجيب اي حاجه بقى انت عايز تنزل بيها الريفرنس بتاعتك، مثلا تويزر اهو، ماشي. طب المفروض طبعا بتبقى مركب الايبكس لوكيتور، وببدا احركها. انا الحركه دي عملت لي ايه؟ انت مهما اتحرك كده في الاستوبر الفايل ثابت، لكن لو شلت صباعك وبتحرك الاستوبر ممكن تشد الفايل لفوق او تنزل بيه لتحت، خلاص، فتغير لك اللينس. فمهم قوي ان انت تثبت الفايل بتاعك، وبتطلع بالفايل وبتاخد اللينس على الايه، على المسطره بتاعتك. تمام كده، انا عملت ايه؟ عملت بريف ليرنج، وعملت جلايد باس، وعملت نيجوشيشن. تمام. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ بعد كده باجي انا عن نفسي يا دكاتره، عارفين ان في كتات عندنا اسمها تيبر 4 وتيبر 6. حلو كده، حلو كده. طيب تيبر 4 دي يا دكاتره يعني التيبرنج بتاعها قليل، يعني الفايل مش عريض. تعالوا كده نشوف فايلين، مثلا ده تيبر 4، ماشي، ونشوف لنا كده فايل تيبر 6، ماشي. ده خمس، عشان يبقى نفس الفايل اجيب لكم 25 4 برضو. عندنا في حاجة اسمها دكاترة، في فايلات تيبر 4 وفايلات تيبر 6. بصوا كده الفرق، شايفين الفرق في السيكنس قد ايه؟ ده نفس التيب سايز، يعني ده 25 وده 25، خلاص. شايفين الفرق قد ايه؟ فالفايل التيبر 6 ده بيبقى عريض من فوق، بيبقى عريض من فوق، ماشي. كل ما تطلع لفوق كل ما الفايل يبقى عريض قوي. حلو، ده بيبقى ليه عيوب كتير زي الفولس تاك باك، ماشي. بيبقى فيه دايما كتات التيبر 6 دي بيبقى النقله بين الفايلات كبيره، يعني ايه؟ بتلاقي اورفس اوبنر، بعد كده 20 4، بعد كده 25 6، دي نقلات كبيره. فالفايل عشان يوصل للفول لينس ممكن تلاقيه مش قادر اصلا يوصل معاك للفول لينس لما بتنقل بين فايل وفايل. حلو؟ طيب في بعض الدكاتره بيحبوا التيبر 6، اعمل ايه عشان اشتغل بالتيبر 6 مرتاح؟ تقوم مزود عليه. يعني ايه؟ انت دلوقتي كنت شغال بفايل 10، ممكن تجيب، معلش، تجيب الفايل ده معاك، ده فايل 15 هتجيبه من نفس الشركه من الكت بتاعتها التيبر 4 مثلا. حلو، ده هيعمل ايه؟ هيسهل على ال 20 التيبر 4 اللي انت هتشتغل بيه اللي هو ده. تمام. طيب لقيت في حاله، لو الحاله وايد ممكن ما تعملش، ما تبقاش محتاج ان انت محتاج، ممكن تسكيب الفايلات عادي. طب لو الحاجه نارو يبقى هتعمل زي ما بقول لك كده. تمام. طيب بعد ال 20 4 ممكن تجيب ايه يسهل على ال 25 6؟ تجيب 25 4 تدخل بيه، وبعد كده تدخل بال 6. انا عن نفسي دكاتره ما بحبش التيبر 6 نهائي. في اوقات اول لما احط الفايل في الكرونال يدي قرايه على الايبكس كده، الغلطه فين؟ هقول لك دلوقتي يا دكتور احمد. تمام، انا عن نفسي ما بحبش التيبر 6. طب بتحب ايه يا دكتور؟ بحب التيبر 4. ليه؟ لان انا يا دكاتره مهمتي في الاول وفي الاخر ان انا احافظ على التوس ستراكشر، انا عايز احافظ على الدنتين اللي جوه الكنال، مش عايز اشيله. انا مش جاي عشان اشيل الدنتين، بالعكس انا عايزه عشان يحافظ لي على الروت عشان ما يحصلوش فراكشر. طيب احافظ عليه ازاي؟ بان انا ما اشيلش منه كتير. ما اشيلش منه كتير يعني ايه؟ انا اشتغل بالتيبر 4، دي اول نقطه بالنسبه لي. طيب لو انت هتشتغل بتيبر 4 او تيبر 6، المفروض ايه الفايل اللي تقف عليه؟ اتليست يا دكاتره اقل حاجه يا اما 25 6 يا اما 30 4، ده اقل حاجه، ما عدا لو نارو كانال او سيفيرلي كيرفيتشر كانال، فيها كيرفيتشر كبير او نارو كانال. نارو كانال زي ايه دايما؟ زي الام بي 2، تمام كده؟ الام بي 2 تبقى نارو، فدي ممكن تقف عليها ايه؟ ممكن اقف عليها ب 25 4، مش 25 6 ولا 30 4. تمام كده، ممكن ازود عن كده، ممكن لو الكنال وايد زي البلاتال كنال في الابر 6 او الديستال كنال في اللور 6، لو هي 1 كنال المفروض هنا تقف على 35 4، انا بقف على 35 4. تمام كده. طيب ايه اللي هعمله بعد كده؟ انا عملت بريف ليرنج ودخلت في فايل 10. انا عن نفسي قلت لكم بشتغل بتيبر
بتيبر فور، بجيب فايل 15 الدكاترة اللي في الكت زي ده كده اهو، ده 15، سيبكم من البتاعة الحمراء دي، ده 15 اهو تمام. ببدأ ادخله في الجهاز بتاعي، المفروض ان انا واخد اللينس، تعالوا كده ناخد اللينس بتاع التوس دي نشوفه قد ايه. احنا كنا شغالين في انهي قناة؟ في انهي قناة دي؟ ده اللينس بتاعها اهو. في حاجة كمان عايز اقولها لكم، صحيح نسيت اقولها لكم، فايل 10 دكاترة لما بتخرج انت خدت عملت بيه جلايد باس وعملت بيه نيجوشيشن، مهم قوي بعد ما تطلعه من الكنال تبص عليه. ابص على ايه؟ بص على الفايل، الفايل الدكاترة بياخد نفس شكل الكنال، يعني من الاخر بيعمل بيطبع لك شكل الكنال من جوه. تعالوا كده احنا كنا مدخلينه في الكنال دي، تعالوا كده نحط الفايل على الكنال من بره ونشوفه واخد نفس شكلها ولا لا. بصوا كده شايفين الفايل بيطلع شبه الكنال بالظبط، فبيعرفك الكنال دي عامله ازاي، كيرفتشر اللي فيها عامل ازاي، خلاص وكانك اخدت امبريشن للكنال من جوه. دي حاجه فايل 10 بيقدمها لك ببلاش، خلاص فلازم تبص على الفايل وهو خارج. طيب زي ما قلنا بعد كده باخد اللينس بتاعي وبجيب اي مسطره، فين المسطره، فين فين فين، شكلها مش قدامي للاسف، هناك اهي، ثانيه واحده هجيبها. تمام، وبجيب فايل 10 اللي انا خدت بيه اللينس ده واشوف اللينس بتاعي قد ايه. حلو كده، دي مسطره اهي، ابدا اشوف اللينس بتاعي ده كام، ده 18.5 اهو. اجيب فايل 15 ده واظبطه على نفس اللينس، هو نفس 18.5 اهو. بجيب الكنال اللي انا كنت عايز اشتغل فيها. في حاجة كمان ميزة في جهاز وزمي، لو خدت بالكم كل مرة انا بشغله الجهاز بيفصل لما يعني عشان خاطر يوفر لك البطارية، فلو انت نسيت تقفله هو بيقفل نفسه ماشي. طيب وببدأ بعد ما عملت بريف ليرنج، بصوا كده الفايل شوية اللي دخلهم فايل 25 وادخلهم مرتاح خالص، فالموضوع ما بيبقاش صعب ماشي. دايما لما تشغل الروتري شغله هو جوه الكنال مش هو بره، هو جوه الكنال مش هو بره، خلاص. طيب ابدا اشغله اهو واوصل لللينس بتاعي، كام ستروكس بعملها؟ 3. بحرك يا دكاتره الفايل بتاعي ناحيه فين؟ لو خدتوا بالكم كده انا دايما بحرك الفايل ناحيه الاوتر وول وانا طالع، ليه؟ عشان اشيل الحته المثلثه دي، شايفين دي عايز اشيلها عشان الفايل يبقى ستريت. فبشيلها ازاي؟ انه الفايل وانا بحركه الاستروكس بتاعتي هتلاقوني بزقه لبره، بصوا كده بزقه لبره خلاص، 3 استروكس وبخرج. لنفترض ان انا عملت الثلاثه استروكس دول والفايل ما وصلش للفول لينس، بعمل ايه؟ طبعا بين كل فايل وفايل اريجيشن، بس مش احنا مش عاملين لايف عشان اقول لك اعمل اريجيشن بين كل فايل وفايل. نفترض ان هو ما وصلش معايا، عملت 3 استروكس والفايل ما وصلش، بعمل ايه؟ بعمل اريجيشن الاول اهو ماشي، واجيب الفايل واعمل بيه تاني هتلاقيه بيوصل معاك خلاص. بعد فايل 15 بيبقى عندنا كت بيبقى فيها فايل 20.4، ده بالنسبة للكت التيبر 4 خلاص. تظبطها على اللينس بتاعك، في دكتور سألني من شوية سؤال انا مش فاكره، فياريت لو يسأله تاني، انا قلت له هجاوبك كمان شويه بس انا مش فاكر هو سالني ايه، يا ريت يساله لي تاني خلاص. وهعمل نفس العمل بالظبط، اشغل الجهاز وهو جوه وبعمل ادي ستروكس اهي وانا بتحرك ناحيه بره خلاص، ادي التانية ادي التالتة. لنفترض انه وصل من 2 ستروكس خلاص، وتمسح الفايل بتاعك. طبعا المفروض الخطوات دي انت بتعمل في كل الكنالز مره واحده، يعني انا هعمل بريف ليرنج هعمل في كل في الثلاثه كنال، مش هقعد كل شويه اعمل كنال واخلصها واروح للتانيه، لا هو الفايل بيدخل بيشتغل في التلاته
بس احنا مش جايين هنا نقعد فاهمني يعني، احنا بنشرح. فانت المفروض خطوة البريف ليرنج بتقوم واخد التلاتة كانال وعاملهم مرة واحدة بريف ليرنج، والوركينج لينس والنيجوشيشن جلايد باس مرة واحدة التلاتة، وبعد كده الفايل ال 15 بتدخل بيهم مرة واحدة. ماشي. ثانية واحدة، كان في دكتور سألني سؤال مش عايز انساه. بس اهو، في اوقات اول لما احط الفايل في الكورونر يدي قراية بالايبكس، ده الغلطة فين؟ طيب السؤال ده حلو. بصوا يا دكاترة، الايبكس لوكيتور، الايبكس لوكيتور ما بناخدش قراية منه غير لما بيعدي الايبكس. يعني عن القرايات اللي انت عمال تشوفها، الجهاز بيبقى مكتوب عليه 3 2 1 0 ماشي، بتحط الجهاز ممكن يبقى لسه واقف في الاوريفيس فوق وبيديك 2 مثلا، هل معناه ان فاضل 2 مللي على الايبكس؟ لا، كل القرايات دي ملهاش لازمه، كل القرايات دي ملهاش لازمه وملكش دعوه بيها خالص. بتبدا تاخد قرايه من الايبكس لوكيتور لما يعدي الايبكس ويبدا يرجع، مش زي ما انت ما متخيل وهو نازل انت عمال تاخد القرايه فيديك 3 تقول خلاص فاضل لي 3 مللي. انت ممكن تنزل بعد الثلاثه دي 10 مللي خلاص. فالايبكس لوكيتور عادي ان هو يقعد يديك قرايات عادي، احنا بناخد القرايه منه بعد ما يعدي الايبكس. تمام. طيب تعالوا نجرب الكلام ده تاني على كنال تانية. طيب بعد ما بشتغل ب 20 بجيب 25 30، وبعد كده بتشوف الماستر كوم بتاعك. تعالوا مثلا في توس زي دي اللي احنا عملنا لها الاكسس دي ماشي. اول خطوه دكاتره هعمل ايه؟ بعمل بريف ليرنج. جيب فايل 25 اهو. بصوا هوريكم حاجات كده يعني، بص الموضوع بيبقى سلس معايا ازاي. بصوا كده، ادي الفايل اهو ماشي، دخل في الكنال دي، اشغل الجهاز وبعمل استروكس وبحرك الجهاز ناحيه فين؟ ناحيه الاوتر وول اهو ماشي. 2 3 وانا طالع. بصوا يا دكاتره الجهاز الفايل انت ممكن ما تبقاش مركز، بس الفايل بيبقى عليه ديبريس كتير جدا. ثواني هزوم بس عشان تشوفوها. بصوا كده شايفين الديبريس دي، مجرد ما تحط الجلاس بتاعك بصوا كده نضفت ازاي خلاص. طيب تعالوا في الكنال اللي بعدها، نفس الكنال بالظبط، نفس الكلام بالظبط. اول لما الفايل يبدا يكاتش في الكنال ببدا اشغل الجهاز بتاعي واعمل ادي واحده وادي التانيه وادي التالته اهو. بصوا كده الفايل لما بيخرج يبقى عليه ديبريس قد ايه، المفروض ان انت تنضفها وتشيلها على الفايل بتاعك. بصوا كده بمجرد بس ما بتمشيها على الجلافز كل حاجه، ادي الديبريس اهي يا دكاتره شايفينها اهي، شايفينها قد ايه، دي كلها ديبريس اهي. تمام. طيب باجي على الكنال التالتة اهي، مش هقعد اعمل كل واحدة لوحدها بقى خلاص، كله مع بعضه واعمل بريف ليرنج. ادي 1 2 3. الناس اللي بتشتغل بفايل 10 على طول، بصوا دلوقتي لما اجي ادخل فايل 10 هيدخل بسهولة ازاي. بعمل الاريجيشن بتاعي، ادي الاريجيشن، بصوا كده الدبريس اللي بتخرج، حتى النيدل بقى ادخلها في الكنال سهل ومجرد ما بتعمل بريف ليرنج. وبعد كده الفايلات بتلاقي الدخول بتاع الفايل سهل، ما تقعدش تدور على الكنال بقى، هي بقت فتحه كبيره ما عادتش صغيره، فدخول الكنال فيها بيبقى سهل. الدكتوره كانت بتسال على الفيجن بتبقى تايهه. تمام. تعالوا كده ندخل فايل 10. حاضر يا دكتور محمد. تمام اهي، تعالى اما نعملها تاني. افترض ان الفايل ده ما فيهوش بريكيرف خالص او مش متني اهو. الاستوبر يا دكاتره، الاستوبر بيبقى فيها علامه، حلو، الاستوبر بيبقى فيها علامه. انا عايز اعلم الكيرف بتاعي بعرف هو رايح ناحيه فين، فبخلي الكيرف ناحيه فين، ناحيه الاستوبر، او خليه في اي ناحيه واظبط الاستوبر عليه. هم تبقى معلمه بالبروز ده، يعني الكيرف هنا نفس اتجاه البروز ده خلاص اهو ماشي.
بعمل ايه بعد كده؟ بخلي اتجاه الكيرف ده ناحية الانر وول، يعني ناحية فين؟ ناحية الفوركيشن. يعني مثلا في الكنال دي ثانية واحدة ماشي، ادي الفايل اهو، انا عايزه ناحية الفوركيشن، عايزه الناحية دي خلاص اهو، تمام كده ناحية الفوركيشن اهو. وابدأ اعمل، بصوا كده يا دكاترة فايل 10، انا ما عملتش اي حاجة يا دكاترة، بصوا انا يا دوبك دخلت، انا ما عملتش حتى واتش ويندنج موشن، جاست ان انا عملت ايه؟ بريف ليرنج، سهلت على الفايل الموضوع خلاص. بصوا كده هحتاج مجهود قد ايه عشان اوصل للفول لينث، تمام خلاص اهو. بصوا الكنال عامله ازاي من جوه اهو، نعمل اديشن تاني، كنا في انهي كنال دي؟ فين الفايل؟ أو الفايل اهو ده كده، بتاخد اللينس زي ما شرحنا من شوية. طيب تعالوا كده نشوف كنال تانية، نفترض مثلا الديستال دي عملنا لها بريفليرنج برضو، بص الفايل بدون اي مقاومة خالص دخل الشوية دول بدون ما اتعب فيه، وبدأ يخرج برضو اهو، شايفينه اهو خلاص، وصل للفول لينس بدون اي تعب خالص، جاست ان انا عملت بريف ليرنج برضو. بص يا دكتور، هو فايل 25.4 دكتور محمد بيسأل ازاي في صعوبة لفايل 10 ومش هيبقى في صعوبة لفايل 25.4. فايل 25.4 انا ما دخلتش فيه في الكنال كلها، انا وسعت فوق بس شوية، يعني من الاخر فايل 10 ده هو داخل الكنال يا دكتور. الكنال دي لو كلها ضيقة بيحصل ايه؟ بيحصل ان في ريزيستنس والفايل داخل من اول هنا، من اول هنا لحد هنا، انا وسعت الشوية اللي فوق بس، التلت اللي فوق، انا وسعت التلت بس اللي فوق، انا بدخلش ب 25 تبر فور لحد الاخر، انا بوسع التلت ده حلو، بحيث ان فايل 10 لما يدخل في الشويه دول ما يبقاش عليه اي مقاومه خالص، فلو في كيرف يقدر يمشي فيه. وصلت؟ بص يا بص يا دكاتره، حتى كان في دكتور بيسال من شويه الموضوع الدبريس، اللي فيه قرا عن الفلير اب، فلير اب اللي هو البين اللي بيحصل بين الفيزيتس ماشي، من اكتر المسببات ليه ان انت تكون بتشتغل ستيب باك. يعني ايه ستيب باك؟ يعني بتبدا بفايل 10 او 15 وبتوصل للفول لينس. ليه؟ لان انت الكنال ضيقه وبتاخد الدبريس من اول فوق، عمال تنزل بيها لحد ما بتعديها الايبكس، مفيش مكان تهرب منه. طيب انا دلوقتي في الكراون داون اللي احنا شغالين بيه دلوقتي، ايه اللي بيحصل؟ انا شغال في التلت اللي فوق بس، وبنضفه وبعمل له ووشنج، وبطلع كل الانفكشن اللي موجوده في التلت اللي فوق من الكنال بره الاول، مفيش حاجه عدت خالص اهو خلاص. وفايل 10 نفسه هو داخل بعد كده بيبقى الاجزاء اللي فوق دي نظيفه تمام، فما بياخدش دبريس من فوق يعديها تحت، فبيقلل البين او الفلير اب اللي بيحصل بين الفيزيتس، بيقلل الفلير اب والبين اللي بيحصل بين الفيزيت. ينفع ابدله عادي عادي اي فايل كبير، مش قصه يعني. في حالات زي يعني الام بي 2 لما باجي اعمل لها بريف ليرنج ما بستخدمش 25.4. انا للامانه تعبت
فهبدأ أكمل كلام معاكم وأسئلة. هقلب الكاميرا وأقعد أتكلم معاكم، بس يعني كفاية شغل. ثانية واحدة بس، الشوية اللي جايين دول هيبقى فيهم شوية دردشة حلوين، شوية معلومات للي عايز يقعد يسمعهم، هيبقوا كويسين جدا يعني. الناس اللي هتسأل سؤال انت هتستفيد بالإجابة بتاعته. هنقعد مع بعض كمان ربع ساعة ولا حاجة. شوف ال ثانية واحدة، فين ال ازيكم يا دكاترة؟ طبعا يعني انا حاسس ان التعب باين عليا، مش محتاج اقول ان انا تعبان، بس انتوا اكيد يعني ايه واخدين بالكم. كان في حد بيقول ايه بقى، دكتور احمد كان بيقول ينفع ابدله بتيبر فور؟ ب 20 تيبر فور؟ ينفع، تمام ينفع عادي خالص. ماشي. اللي عايز يسأل اي سؤال في الجزء اللي اتشرح ده يسأل، انا معاكم ربع ساعة نتكلم فيها، وابص على الناس اللي سألت قبل كده الكومنتات اللي فاتت. اللي عايز يسأل دكاترة في اي حاجة ليها علاقة بالاكسس او الشيبنج يسأل. فاير 10 دكتور محمد زي ما قلت لك، عشان انت بتوصل بيه للفولنس، لما هتوسع من فوق هيبقى دخوله بعد كده سهل. ان شاء الله في حاجة مهمة قوي، صحيح يوم الاربع الجاي هيبقى في معاكم دكتور احمد ابو سالم هنا على البروفايل، هيشرح لكم ليرنج بتاع البوستيريور كومبوزيت، وان شاء الله هتبقى محاضرة لذيذة جدا يعني، كله يظبط اموره. هتبقى الساعة 12 يوم الاربع الجاي، هيبقى ضيفي هنا على البروفايل يعني، هو صديق وحبيب وراجل يعني، مش محتاج ان انا اقول امدحه يعني، انتوا اكيد فيكم ناس كتير تعرفوا. فان شاء الله دكتور مروان بيسأل فين، انا مش في القاهرة دكتور مروان والله للأسف، بس بدي الكورسات في القاهرة، فلو عايز الوقت اللي بكون موجود فيه في القاهرة ممكن اقولك يعني، الكورسات بتاعتي بتبقى في القاهرة. اللي محتاج اي سؤال يسأل، انا معاكم اهو وتحت امركم في اي حاجة. اللي عايز يسأل في حاجة يسأل. في ناس عارفة ان في كورس اونلاين اصلا شغال ومتاح فيه الاشتراك خلال شهر رمضان عادي، والكورس الحمد لله يعني، انا نفسي كنت مصدق ان كميه الناس اللي عايزه الكورس يعني، فالحمد لله. بس طبعا عشان اونلاين فمش هيفرق العدد في حاجه، لانه كله بيبقى ديموهات وشرح وبتاع يعني، محدش مبقاش فيه ورك شوب، فانا فاتح الاشتراك فيه عادي لان الكورس متسجل وهيبقى موجود على منصه. اللي هيشترك في الكورس هيفضل الكورس معاه لمده 3 شهور يتفرج عليه براحته خالص. طبعا الكورس كامل يعني، بيزك وادفانسد وكل حاجه. في حد عنده سؤال؟ كل سنه وانتم طيبين، صحيح. رمضان كريم. انا مش عارف انا قابلتكم في لايف في رمضان ولا، بس متهيألي عملنا لايف في رمضان وقلت لكم كل سنه وانتم طيبين، ورمضان قرب يخلص اصلا، واحاول ان شاء الله ان الفتره الجايه يكون في اكتر من لايف، سواء ديمو او شرح او اي حاجه نقدر نفيدكم بيها يعني. واتمنى ان النهاردة الناس تكون استفادت من اللايف ده، ان اللايف كان مفيد. لو سمحت يا دوك، لو لسه في البداية وشغال مانوال هبدأ بديل 25 فور، اعمل فريلينج بلاش الجيتس جريدن دي بالله عليك يا دكتور دكتور احمد، ممكن فايل 20 مانوال وادخل بيه الخمسة ستة ميلي دول، فايل 20 مانوال وادخل بيه 4 5 6 ميلي كده في الكنال، لكن ما تستخدمش الجيتس جريدن ده، سيء 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 يا سيء يعني. ماشي. الدكتورة دينا عمالة قلوب قلوب على اللايف، قلوب 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 طبعا، لان هي مراتي فعمالة قلوب 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 قلوب. ماشي يا دكتورة دينا، يا ريت بدل يعني مع القلوب كوباية شاي كده عشان انا طالع اهو.
انا مبسوط جدا ان كنت معاكم النهاردة، واتمنى ان اللايف يكون ضاف لكم، يعني محدش حضر اللايف وحس ان هو ضيع وقت، يعني كل الناس استفادت منه. واشوفكم دايما على خير، رمضان كريم عليكم وكل سنة وانتم طيبين، والناس اللي داخلة احنا داخلين على العيد اهو، فكل سنة وانتم طيبين برضه، عشان لو ما عملتش لايف تاني بس ان شاء الله هعمل، لان كده كده هكون موجود معاكم مع الدكتور احمد ابو سالم على البروفايل هنا يوم الاربعاء ان شاء الله. انصح الناس كلها انها تتفرج على المحاضرة دي وتمنشن صحابها فيها، لان انا عارف ان معظم الناس بتحب الكومبوزيت يعني، فهو هيشرح لكم البوستيريور كومبوزيت. في حد عنده اي سؤال يعني؟ طب قولوا لي ما عادش في اسئله عشان اقفل بقى ونتوكل على الله، لان انا قلت اقعد ربع ساعه بس الربع ساعه ما خلصتش، فلو ما فيش اسئله نقفل. ها، حد عنده اي سؤال تاني؟ طيب، باي باي، السلام عليكم، تصبحوا على خير. تسلم يا دكتور أحمد، ربنا يبارك لك يا رب، تسلم، ربنا يبارك لك، السلام عليكم.